لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حلقة جديدة، مع شرح جديد، مع موقع جديد. النهاردة هنعرف التسجيل في موقع في بنك المعرفة. هنعرف ازاي بنسجل في بنك المعرفة. اول حاجة بنفتح المتصفح بتاع جوجل في البحث عادي، هنكتب بنك المعرفة. احنا هنعرف مع بعض خطوة خطوة وبالتفصيل ازاي بنعرف نسجل فيه تسجل بيه بطريقة صحيحة. اول ما بنعمل بحث عن بنك المعرفة بيظهر اول بحث ده، بنك المعرفة اي كي بي، بنضغط عليها بتدخلنا على طول على الموقع بتاع بنك المعرفة. كده ظهر فتح معانا الموقع، عايزين نسجل ده بنك المعرفة المصري. لو عايزين نسجل بقى في الموقع ده ونقدر نتصفح بكل سهولة نعمل ايه؟ انت اصلا لو مسجل قبل كده هتعمل تسجيل دخول. طب لو انت عايز تسجل بقى اول مرة وعايز تعرف ازاي بتسجل في الموقع، بنعمل هنا فوق كده الرئيسية: سجل، بحث، مصادرنا، الاحداث، من نحن، اسئلة متكررة، تواصل معنا. احنا هنختار كلمة سجل عشان نقدر ده تسجيل جديد. نضغط على سجل، بيفتح معاك خلاص صفحة التسجيل دي، صفحة الموقع دي. الصفحة اللي بتظهر لك بعد ما بتضغط على متسجل، هنا بيظهر الخطوة الأولى: انت بحث علمي وتعليم جامعي ولا تعليم أساسي ولا قراءة ولا أطفال. يبقى احنا هنختار مثلا احنا كطلاب تعليم أساسي ده لحد الثانوية العامة، بعد جامعة نكتب بقى البحث العلمي وتعليم جامعي. هنا نختار مثلا تعليم أساسي. الخطوة التالية خلصنا الخطوة الأولى، كده فتح الخطوة الثانية لإنشاء حساب جديد لتسجيل في بنك المعرفة. بيقول عشان تنشئ حساب جديد في الخطوة الثانية دي معلومات شخصية، بتكتب اسمك، الاسم الأخير، أنا كتبت اسمي عمرو حفني، بريدك الإلكتروني، أنا هكتب الإيميل بتاعي، أي جيميل عندك، أي إيميل عندك، اي ايميل اللي تدخل بيه على الموبايل، اي جيميل عندك سجل بيه. عايز نكتبه مره تانيه، كتبته مره تانيه الايميل، رقم الهاتف، حط الموبايل بتاعك، رقمك القومي، انا كده كتبت رقم التليفون بتاعي، كتبت رقم القومي، هنا تاريخ الميلاد، اختار تاريخ ميلادك، واكتب بعد كده الخطوة التالية، الخطوة اللي بعدها. هيظهر عندك في إنشاء حساب جديد في التسجيل في بنك المعرفة في الخطوة الثالثة المعلومات الوظيفية: أنت طالب ولا معلم؟ شوف أنت هتسجل كأنك كطالب ولا بتسجل كمعلم؟ أنا هسجل معاك دلوقتي كطالب. تحدد الأول طالب، أنت بتسجل حاجة واحدة، يا طالب يا معلم. هنسجل في طالب، هتختار المحافظة، شوف المحافظة بتاعتك، أنا اخترت محافظة القاهرة، المنطقة التعليمية، شوف المنطقة اللي أنت فيها، انا في منطقة الشروق كتبتها، اكتب اسم المدرسة بتاعتك، كتبت اسم المدرسة، السنة الدراسية، انت في سنة كام؟ اولى، تانية، تالتة، رابعة، خمسة، ستة، اولى اعدادي يبقى سبعة، تمانية، تسعة، ثانوي 10 11 12. هتختار السنة الدراسية اللي انت موجود فيها، تمام، هنختار جريد 9، اي جريد بتختاره، شوف السنة اللي انت بتدرس فيها. بعد كده تعمل الخطوة التالية، بيقول لك في الخطوة الرابعة هنا في انشاء حساب جديد في التسجيل
في بنك المعرفة في الخطوة الرابعة بيقول هنا بموجب الدخول للموقع واستخدامه فإنكم أنت بتوافق على الشروط. خلاص قول له احنا كده كده بنوافق على الشروط. في هنا رمز كده غريب شوية بتكتبه، أنا مش شايفه أصلا، هغيره. أه هنا في الرمز أهو مكتوب، أبدأ أكتب الرمز ده. رمز التحقق كتبناه خلاص، وقول له هنا انا لقد اتممت قراءة الشروط، انا تميت قراءة الشروط. احنا ما تمناش ولا حاجة، محدش بيقرا الشروط دي، عايز تقراها اقراها. احنا انا كتبت هنا لقد اتممت قراءة الشروط، سامحنا يا رب على الكذب، مش مشكلة خلاص. يلا بعد كده الخطوة التالية، هنا دي الخطوة الخامسة. الخطوة الخامسة في انشاء حساب جديد على بنك المعرفه. في الخطوه دي بيقول لك خلاص انت هيتحقق من عنوان البريد الالكتروني، بيقول لك انت خلاص اوشكت على الانتهاء، بس في رساله اتبعتت لك على الايميل اللي انت حطيته ده، في رساله اتبعتت لك على الايميل، لازم تروح الايميل الاول تتاكد من الحساب ده. تعالوا كده نروح للايميل، نفتح جيميل ونشوف الرساله اللي جت على الايميل. هو في الخطوة الخامسة من إنشاء حساب جديد على بنك المعرفة بيقول لك خلاص أنت كده خلاص قربت تخلص تسجيل، بس لازم تتحقق من عنوان البريد الإلكتروني. بيقول لك هو تم إرسال رسالة للبريد الإلكتروني أهو، عايزين نقول له أرسل، عايزين الرسالة دي هيبدأ يبعتها للبريد الإلكتروني عشان يتأكد إن البريد الإلكتروني أو الإيميل اللي أنت حطيته ده إيميل صحيح. ونبدأ بعد كده نروح نشوف الجيميل بتاعنا، نفتح الإيميل ونشوف الرسالة اللي اتبعتت. لما فتحت الميل لقيت الرسالة دي، الرسالة دي موجودة مبعوثة من الموقع من بنك المعرفة اي كي بي، بيقول لي هنا يور نيو اكونت، ده الاكونت بتاعي، ده اسمي اللي انا سجلته عمرو حفني، ده اليو ار ال، ده الرابط اللي هيدخلني تاني على الموقع، ده اليوزر نيم بتاعي، هو عامل لي الايميل برضو، دي الباسورد، دي كلمة السر اللي هدخل بيها. اجي اضغط على الرابط ده عشان كده افعل الميل، افعل الايميل بتاعي وابدا ادخل على الرابط، هو كده بيرجعني مرة تانية للموقع اللي احنا كنا فاتحينه وكنا بنسجل فيه. بعد ما ضغطنا على الرابط اللي جالنا على الميل دخلنا على الصفحة دي خلاص تسجيل الدخول، هنبدأ نسجل خلاص بالايميل والباسورد اللي احنا كنا مسجلين بيهم اللي اتبعتوا لنا، ده الايميل، الايميل بتاعي والباسورد اللي اتبعت لي على الميل، هبدأ اسجل بهم دخول، اعمل دخول، في اتنين تحت كده في كلمة دخول وفي انشاء حساب جديد، انا ضغطت على كلمة دخول. هنا لو انت عايز تغير الباسورد بقى اللي اتبعت لك ده، عايز تعمل باسورد انت جديد، تكتب الباسورد الجديد بتاعك هنا، اكتبه مرة تانية، احفظ اللي تحت دي. كده احنا غيرنا الباسورد اللي كان مبعوت لنا على الميل، كده الباسورد بتاعك انت احفظه عشان لو حبيت تدخل بيه في اي وقت. كده احنا سجلنا على بنك المعرفة. دلوقتي خلاص الموقع فتح معاك، بنك المعرفة كده خلاص بقى بين ايديك، كده انت سجلت بطريقة صحيحة، كده تقدر تبحث على اي حاجة انت محتاجها على الموقع ده. ده بنك المعرفة بعد ما سجلنا وبعد ما اتفتح بكل اللغات، تقدر تفتح اي حاجة انت عايزها، تقدر تغير من العربي تغيره انجليش، تقدر تغير الباسورد، تقدر تغير بياناتك، لو عايز تغير نسيت، عايز تغير الباسورد اللي انت عملته، عايز تغير اسمك كتبته غلط، هنا من فوق كده من على الشمال في اسمي مكتوب اهوت، عند اسمك المكتوب ده هتضغط عليها، هتلاقي هنا لو عايز تضيف حساب لطفلك، لو انت ولي امر عايز تضيف حساب لطفل، عايز تعدل البيانات بتاعتك، ترقية الحساب، عايز تغير كلمة السر، هنا لو عايز تعدل بياناتك بتضغط على تعديل بيانات، وبتبدأ لو في بيانات عايز تغيرها، تغير اسمك، تغير رقم تليفونك، دي كده البيانات ظهرت تاني، دي معلوماتك الشخصية، لو عايز تغير اسمك لو انت كنت كاتبه بطريقة غلط، عايز تغير رقم التليفون، عايز تغير اي حاجة، دي معلومات الوظيفة، دي البيانات بتاعتك تاني لو انت عايز تغير فيها اي حاجة. بتمنى اكون قدرت افيدكم، وقدرنا نسجل على بنك المعرفة بطريقة صحيحة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.